خبر تاني متعلق بمنتخبنا في كرة اليد اللي فاز على اليابان في الساعات الأولى من صباح اليوم بنتيجة 33-29 وبيقترب من التأهل للدور الثاني في المنافسات الأولمبية. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق لفريق كرة اليد ولكل أبطالنا المصريين المتواجدين ضمن بعثة مصر في أولمبياد طوكيو. حاجة أعتقد مشرفة جدا، ويمكن ده اللي احنا برضو كنا بنقوله أول امبارح، يا جماعة خلي عندكم ثقة أكتر، يا جماعة خلينا نتفائل أكتر.